وأكيد ما في شي بيواسي عائلة الراسي بعد فقدان ابنهم، فجورج كان قريب للكل خاصة نادين اللي ودعته بهالكلمات. بدي قله يا تقبر قلبي جسمك هون وطالع على البحر، وراح أجيب لك يختك وصف لك يا تحت لأنه هو بحب البحر، وراح أتصيد لك السمكات وإجي لهون أكلهم أنا وياك، وراح أجي أغني لك أغانيك، ورح اشتاق لك كتير يا حبيب قلبي. الله يحرق لهم قلبهم. رح اشتاق لك كتير يا سندي يا سندي. ما تشوفوا كيف كان وجهه مبتسم؟ قربت قلت له يا جورج انا بس كون موجوعة وبس يكون في شيء بدي اقول لك، بقول لك يا جورج ما بقول شيء غير يا جورج ركود لي. كلنا حد مش هيك يا فارس؟ كلنا حد اجا ولا لا يا فارس؟ الدنيا كانت تلجي، اجا كان قتل حاله. بس مجرد ما قال له يا جورج ركض لي، هلا اذا قلت له يا جورج ركض لي كلنا جورج، نحن حدك كلنا جورج حدك يا خير ركض لي كيف بده.